اذاكر النهارده ماشي عشان ما تجيش اخر يومين ها تتزنق وتقلب بوس في البيت وايه وتتخانق معايا حد في البيت وايه تقوم محدش ايه حاسس بيا والكلام ده بس احنا لو بصينا هنلاقي المواضيع دي سهله المواضيع دي سهله اول حاجه اشوف هحل عن مساله وهلاقي الموضوع سهل جدا الاوسيليتور هي فكره واحده بتطورها حل عليها فكره ما بتتغيرش الفريكونسي ريسبونس والكونفورت يا جماعه كده النهارده الفتره بس كده انتوا تقريبا كنتوا فاهمين فيه ايوه شرح السكشن طيب حتى هو ايه؟ هو بيتركز في جزئين البوت بوت ماشي وده حاول تعوضه عشان تشوفه عليه يعني تحل كذا مساله عليه خلاص وحل عليه كذا مره شوف ما نستني المايك باشمهندس ما فيش عنوان بره ديستنيشن ايه؟ ما فيش عنوان بره ديستنيشن يعني هما دول بس اللي عارفين في التحدي. في حاجة ناسية طيب؟ لا ماشي ليه؟ في الكلاس صح؟ اه 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 المشكلة بقى عندكم في الفيوتشر في الفيوتشر لازم تتحل خلاص؟ احنا النهارده هنبدا في ايه؟ هنبدا ان شاء الله في الكلاسز ونحلها بالسليتور وشوية ريتر ماشي؟ السكشن النهارده ان شاء الله طويل السكشن النهارده طويل السكشن ده هينزل اه ان شاء الله لو حاجه اقول لكم ماشي جزء دكتور مرزوق محدش حل عليه امتحانات اللي هو ما اداش السنين اللي فاتت ايه؟ الاكسكيوت على الدكتور هو عاوزه ايه؟ الناس تبقى فاهمه عاوز مثلا الفانز دي مثلا الناس تبقى عارفه الفرق بين الايديال وريل وايه مثلا الايت كاب العادي زد ايجو بانفينيتي زد اوت بزيرو بكين انفينيتي بالباندوت بانفينيتي باقي لا ده الايت مين بقى طيب نبقى نتكلم عليه هو حقيقي ام سي كيو حاجات نظر او حاجات فيها الدكتور عاوز بس يشوف يعني في نظر لا يعني مثلا اثبات مثلا كلمك مثلا الايت كاب مثلا ايه هو اول حاجه ان شاء الله النهارده هنبدا فيها خلاص وكل ما نمشي توبيك هنقعد نقول هنس عليه ماشي الاوبامس مثلا هتكون فيها مشكله صغيره بتتحل زي كده الكلاب بتاع حسن اللي واخد المثال مفيش هنا احنا لنا فولدر عشان ايه ترمي فيه على طول عمل احداث لازم الفولدر بقى في الوقت ده الحق انا عايز افضل 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 عشان انت عايز تاخدها كوبي؟ لا اه قول سؤال احنا بنعمل لا شوف الراجل زعلان هو كاتب كده هو كاتب عايز اسلم على عمرو علام بس يلا Thank you.
بعد المحرز ده. فانت كده خلصت على السجن. الشرط بتاعها ايه؟
لو ده دي اي ماكسيمم امبليتود فلازم الاي سي كيو تكون اكبر من الاي ماكسيمم. تمام؟ سين دخلتها طلقتها. لو بنفعل اللي عايز احنا نستخدمه. طيب هنلاقي ان السيجنال دي طول الكومبليت سايكل بتاعتها موجوده عند الاب صح؟ فهي بتكونضكت طول الوقت. فالكونضكشن ايدل يعني هي شغاله لمده قد ايه؟ من 0 ل 2 فولت. السيتا كونضكشن بتساوي 2 فولت. يعني الفترة اللي فيها الساين ويف موجودة عند الأوتبوت هي 2 فولت. من هنا كده السيجنال كلها طلعت عند الأوتبوت. خلاص؟ الراجل ده بيستخدم في إيه؟ يعني يوز أس فولتج أمبليفاير. يعني نهاية الأمر أنت إيه المطلوب منك في حتة؟ إيه الـ ICQ أكبر من الـ ICQ؟ يعني مش ده الـ ICQ؟ ده الامبليتيود بتاع السايكل هو نفسه اللي تحت ده صح؟ فلازم الاي سي كيو الكرنت دي سبايس اللي بتسترنج عليه الاوتبوت بتاعك لازم يكون ايه؟ اعلى من الاي ماكسيمم عشان الاي ماكسيمم ما توصلش لزيرو فهتحصل لك ايه؟ تمام ماشي بس انتوا في الاخر اللي عليكم الرسمه دي والكونكشن اللي انت عملته بس ما تخشوش في حاجه ثانيه طب كلاس في بقى بيعمل ايه؟ بيحاول يوفر شويه باور بس على حساب السيجنال. عنده الفي بي اي كيو البي سي بايس بتاع الفي بي اي كيو ده بيساوي زيرو. الفي بي اي كيو بيساوي زيرو. يعني ايه بيساوي زيرو؟ يعني الترانزستور ده بيوقف الاول. امتى يكون اون؟ لما السيجنال اللي بحب ادخلها هنا دي تبدا تعلى عن ايه؟ عن الزيرو فتقدر تشغل الجي دي. فلو عندي سيجنال بتعمل كده فبالنسبه للكاركترستكس بتاع دي ايه اللي يحصل للاي سي؟ هتشتغل بس هنا. الفتره الثانيه تبقى زيرو. ليه؟ لان الفتره دي الامبليتيود هنا زاد عن الزيرو فالبي جي تي اشتغل فالاوتبوت طلع هنا في الحته دي بالنيجاتيف فيبقى زيرو ماشي كلاس بي. بايس عنده ترانزستور عند ايه؟ ان الفي بي اي كيو او الدي سي بايس اللي انا بدخله على البيس بتاعه يكون بزيرو. بزيرو يعني ايه؟ يعني السيجنال هنا لو دخلت اي سي سيجنال هنا في تماسك طبعا هنا سيجنال بتخش كده السيجنال دي ما تخش هنا مش هتشغل الترانزستور الا لما الامبليتيود بتاعها ايه؟ يزيد عن الزيرو. طب لو قلل الزيرو بالنيجاتيف طبعا مش هيشتغل صح؟ هلاقي في الحته دي كده الراجل ده شغال لكن في الحته دي هو اوف الزيرو. يعني رسمه الكرنت اي سي مع البي جي تي شكلها كده من زيرو لبوان ومن باي لتو باي لزيرو تبدا كده. بنوفر الباور بنوفر باور انت في الاخر السيجنال دي بتضيع فيها باور كتير فانت بتحاول توفر الباور الباور كونسبشن بيبقى عارف الباور بريفرنس بس ايه اللي حصل؟ السيجنال باظت اكتر يعني جت على حساب السيجنال خلاص؟ هنا السيتا كونسبشن انجل بباور يعني السيتا او فرق الفيز اللي هو فيه خلال السيجنال تكون ضغط هو ايه؟ من زيرو باور خلاص؟ ده بيستخدم في الاوديو امبليفاير تمام كده؟ انا لو خليت الفويس هنا على الراجل ده في جراوند كده وحبيت ادخل سيجنال صح؟ المفروض الترانزستور في الدي سي بايس بتاعه ايه؟ اوف امتى هيبدا يشتغل؟ لما الامبليتيود بتاع السيجنال دي تبدا تعلى عليه؟ عن زيرو او بوينت 7 يعني صح؟
يعني لما السجن اللي هي داخله على الدي بي اللي هي بالصمام من تحت كده لما تزيد عن الزيرو بتاع الايه؟ ليه الحته دي؟ وما يبقى ال اللي بالنيجاتيف هيبقى اوف طبعا فالاوتبوت ما يطلعش فيه اي سي اصلا فانا ببايظ في الحته دي لكن هنا انا ببايظ في الحته في النص ان انا اضمن السيجنال داخله تطلع كلها زي ما هي عند الباور تمام؟ ما عندي اعرف الكوندكشن يعني بتاع كل واحده بس واحده اه لا لا مش عايز ده ممكن يجي سؤال في الام سي كيو يقول لك خلاص ايه مثلا البرودكشن تايم بتاعته كام؟ فانت تقول زاوية دي كده
يبقى لسه قدام في سين او بين اللي عنده خلاص مش هيكون طبعا. هي دي بال صح؟ دي مفروض هنا في حته صغيره وهنا في حته صغيره تبقى اكبر من بال بس اصغر من تشوف بال. الحته دي يعني مش الكورات فيها بتزيد ايه؟ بيبقى شغال فيها ليه ايه؟ هي دي كده يبقى من زيرو لحد بعد واحد ايه؟ بص من هنا لهنا يكون ضغط ولا لا؟ يبقى بار صح؟ طب من هنا لهنا يكون ضغط ولا لا؟ طب من هنا لهنا يكون ضغط صح؟ ده زي ده زي ده حاجه اكبر من بار بس ايوه بس اصغر من تشوف بار طيب ايه الشرط بتاع ده؟ ايه الشرط بتاع الواي سي اللي هنطلعه على السيجنال دي؟ ان الواي سي كيو اصغر من الواي ماكس خلاص؟ الواي سي كيو اصغر من الواي ماكس عشان يحصل التوكينج بتاعها لكن هنا الواي سي كيو بيزيد اخر كلاس كلاس سي كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ الشرط كان اكبر من او يساوي ولا اكبر من بس؟ اكبر من بس استنى هو في كلاس ايه مش مهم بس ممكن يبقى الاي سي كيو اكبر من او يساوي بحيث تبقى دوب لمسه زيرو كلاس ايه؟ اه ينفع يساوي ولا لازم اكبر من بس؟ طيب اي سي كيو هنا اقل من اي ماكس هنا كلاس بي زيرو كلاس اي اكبر من الواي ماكس عشان ما يحصلش كده ايه؟ ايه؟ استخدمها دي؟ بصوا على خبرتي في الاطار بروفايل معلومه اللي عاوز يسال بيها ممكن يبان عمل مشروع في الاطار بروفايل انا كان مشروع حاجه اسمها ميكس مش ميكس بتاع الصوت يعني ميكس اللي نازل فيه وانا بقيت اصلا مش معيد الكتروني يعني بقيت اوبتس
لان انا ببقى ضامن الدي سي بايس بتاعي السيجنال سترينج حواليه طول الوقت ضامن السيجنال اكبر من السيجنال. فانت شفت المعمل لما بتعملوها لو كنا مظبطين الدي سي بايس صح السيجنال مش هيحصلها في ليه. هو البروسيسور عشان يشتغل محتاج الدي بي بتاعه كامل صح؟ طب هو اصلا هو بيجي يشتغل بس ليه؟ لان انا ضامن الدي بي بتاعي بلس ايه؟ السيجنال لما نخش طول الوقت اكبر من الزيرو. ده هنا السيجنال طول الوقت السيجنال اكبر من الزيرو فانا ضامن الترانزستور طول الوقت شغال. اخر حاجه